ذوقي من الكويت نحب نذوقوا البامبالوني. اي البامبالوني نتاع سيدي بوسعيد المعروفه في سيدي بوسعيد. هاي نفس الدونات ما احلى هي ولا الدونات؟ خفيف اكثر من الدونات. خفيفه وحلوه. شنو مكوناتها؟ مكوناتها فرينه وخميره وماء وملح. شنو فرينة؟ فرينة طحين. طحين. ليش سميتوا بامبالوني؟ هذا قبل في عهد جدود قبل سموها الاسم طلياني كانت فطيره هي. حسنوا في الاسم شويه ولا تسمها بامبالوني. هي طبعا نكهتها وايد حلوه بس عندنا بالكويت شيء اسمه الجيمات قريبه من الفكره بس هذه ما شاء الله وايد احلى. اي به تحب تتعلمها؟